طبعا البدايه الاصلاحات الاقتصاديه بدات بالقرار رقم 1300 بشان تعديل فرض الرسوم. فرض الرسوم ليس في اصلاحات الاقتصاديه وانما هي اولى الخطوات في طريق الاصلاحات الاقتصاديه. يفترض ان تتبع خطوات لاحقه من ضمنها تقليص الانفاق الحكومي. التعديل سعر الصرف اولا ثم تقليص الانفاق الحكومي يدي احد مرتكزات الاصلاح الاقتصادي. بدل من يتم تخفيض الانفاق الحكومي فوجئنا بانه السياسي يقرر رفض ميزانيه بقيمه 70 مليار لسنه 2019. اعتقد ان الامر هذا منافي تماما لما يتم الاتفاق عليه او هدف الاصلاحات الاقتصاديه، خصوصا وان ميزانيه سنه 2018 تم تحديد مبلغ 42 مليار ونصف لها، لم يتم انفاقها والانفاق لم يتجاوز ال 40 مليار، بما فيها بند المرتبات المرتفعه. ايضا المرتبات لحد الان سنه 2018 وصلت 19 مليار، زيادة مرتبات شهر 12 2 مليار، زيادة مرتبات في المنطقة الشرقية نتحدث على 25 مليار دينار مرتبات. أين سيذهب باقي 45 مليار دينار؟ استغرب أن تقفز الميزانية من 42 مليار سنة 2018 إلى 70 مليار سنة 2019. استغرب. السؤال أيضا إذا كانت النفقات ستكون بقيمة 42 مليار بقيمة 70 مليار دولار دينار، السؤال هنا من اين ستتدبر الحكومه هذا المبلغ؟ نعلم ان المتوقع خلال سنه 2019 ان عوائد بيع النقد بيع النفط بالاضافه الى الرسوم السياديه مثل الجمارك والضرائب في افضل الظروف ستكون في حدود المبلغ 35 مليار دينار. السؤال كيف ستغطي الحكومه مبلغ مليار وكيف ستاتي لنا من 35 مليار اخرى التي ستنفقها فوق ال 35 فوق ال 70 مليار دينار. اعتقد انهم يعوضون بشكل كبير على عوائد بيع النقد الاجنبي. عوائد بيع النقد الاجنبي يا استاذ الناس الحقيقه، عوائد بيع النقد الاجنبي ليست عوائد وليست ايرادات عاديه للحكومه عشان تتصرف بها وكانها ايرادات. هذا فرق سعر يدفع فيه المواطن من قوت ابنائه ومن دمه، يدفع فيه كضريبه يتحمل فيها المواطن نتيجه فشل السياسات الاقتصاديه والسياسيه في الفتره القادمه، فشل السنوات الماضيه باقفال النفط، انقسام سياسي، وكل المشاكل حاليا يدفع فيها يدفع المواطن في ثمنها الان من قوت ابنائه في فرق السعر 3.90. لو سئلت ما سبب اعتراضي على الميزانيه ب 70 يعني يتمحور حول النقطة، ان التوسع في الانفاق بقيمة 70 مليار سنة 2019 يعني ضخ ما قيمة 70 مليار كسيولة في السوق. هذا يعني ان المصرف المركزي لن يستطيع تخفيض سعر الصرف دون 3.90 دينار، وهنا سيصبح سعر صرف 3.90 دينار حالة دائمة وهو ما نرفضه. طيب. المواطن اللي مرتبه 450 دينار مرتب تقاعدي أو المعلم اللي مرتبه 600 دينار حاليا يعاني لو مرين في توفير نقطة العيش لأبنائه سعر 3.90 دينار، لذلك يفترض بنا نعمل بشكل جاد على تخفيض الرسوم من 3.90 دينار الحالة المؤقتة إلى مستوياتنا، ولكن إصرار الحكومة على 70 مليار وضخ ما سيتم جبايته من فرق من عوائد بيع النقد في السوق مجددا سيجعل المصرف المركزي عاجز عن تخفيض سعر الصرف، اذا اصبح طيب. سعر الصرف 3.92 امر واقع لسنه واثنين ثلاثة، وهذا سبب تحفظنا واعتراضنا الشديد على ميزانيه 70 مليار دينار.